مستمعون الكرام، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية من قناة الأنصار. هدد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أمس بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للوصول لأوروبا في حال لم تحصل أنقرة على مساعدات دولية كافية ودعم لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا. وقال أردوغان أمام على حزبه في أنقرة أن تركيا لم تتلقى الدعم الضروري من العالم وبخاصة أوروبا لتتمكن من تحمل عبء اللاجئين السوريين، وتابع تركيا لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها. بدورها أكدت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الذي أبرم اتفاقا مع أنقرة في 2016 لوقف عبور المهاجرين لأراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية دعم كبير الذي قدمه التكتل بالفعل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للهجرة ناتشا بيرتون أمس ردنا على تصريحات أردوغان، قدم الاتحاد الأوروبي 5.6 مليار يورو من أصل 6 مليارات كان قد تم الاتفاق عليها. وقال أردوغان إن تركيا تريد إقامة منطقة آمنة بالقرب من الحدود مع سوريا حتى نهاية سبتمبر الحالي، معللا طلبه بوجوده تهديد بنزوح الملايين من اللاجئين الجدد من مدينة إدلب السورية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.